يعتبر المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين الجهة الرسمية المختصة بتحديد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك عبر جهود متواصلة يبذلها المجلس في سبيل حماية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين. انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى والواردة في ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية، يعمل المجلس الأعلى للبيئة بشكل متواصل على حماية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين وعلى استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين وتعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة بشكل عام. عام 2019 بالنسبة للمجلس الأعلى للبيئة أعتقد أنه عام ذهبي. المجلس الأعلى للبيئة حظى على 3 مقاعد على مستوى الأمم المتحدة، آخرها عضوية اللجنة التنفيذية لاتفاقية مونتريال، فاز كنائب رئيس ممثل لشرق آسيا والباسيفيك، ممثل 45 دولة في العالم في الأمم المتحدة للبيئة، وفاز في عضوية اللجنة التنفيذية للمواد الكيميائية والمخلفات. المجلس الأعلى للبيئة ومنذ نشأته عام 2012 باعتباره بوابة رسمية مختصة عنيت وحدها بتحديد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة من أجل وقاية البيئة الطبيعية والبشرية للمملكة، استراتيجية وضعت كفيها على كل الأدوات والأساليب التي من شأنها كف الأذى عن الأراضي الزراعية والبيئة البحرية والساحلية وعن مصادر الطاقة المتنوعة، ناهيك عن تبنيها لمختلف السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها، فضلا عن حرص المجلس على ضمان التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالاشتراطات البيئية وتوافقها مع المعايير البيئية التي حددتها المراسيم والقوانين الوزارية ذات العلاقة بالبيئة. هذه الإنجازات والنجاحات كانت باكورة عمل دؤوب محلي قام في المجلس الأعلى للبيئة، من ضمنها الاستراتيجية المخلفات بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن حمد رئيس المجلس الأعلى للبيئة، ومن ضمنها كذلك الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء. هذا ويتطلع المجلس الأعلى للبيئة تحت رئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة لمزيد من الإنجازات في شأن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدورة الحالية لبرنامج الحكومة 2019-2022.